أهلا بكم. السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بأنها تريد تدمير أي أمل لعملية السلام بعد استشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي في أقل من 24 ساعة. حركتا فتح وحماس تتبادلان الاتهامات بشأن معتقلي الحركتين المضربين في سجون الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط شكوك كبيرة حول إمكانية الاتفاق على عقد لقاء جديد للمصالحة. جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شنبات يعلن عن إفشال محاولة لقصف ملعب لكرة القدم في القدس واعتقال فلسطيني وعربي إسرائيلي يشتبه في أنهما كانا يخططان لتنفيذ العملية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكر رئيس موساد السابق مائير داغان المسؤول عن تخريب مشروعات نووية إيرانية واغتيال ناشطين فلسطينيين ولبنانيين، وتعيين تامير بادو خلفا لداغان في مؤشر إلى ثقة الحكومة الإسرائيلية في الجهاز رغم تداعيات اغتيال المبحوث في دبي. السلطات المصرية تفتح معبر رفح في قرار مفاجئ للسماح بعبور أعضاء قافلة آسيا واحد الذين وصلوا إلى العريش جوا قادمين من مطار دمشق الدولي. الشرطة المصرية تحتجز 7 أشخاص لاستجوابهم في حادث انفجار أمام كنيسة القديسين في الإسكندرية، ومصدر أمني يقول إن منفذ العملية كان يسعى للدخول إلى الكنيسة لتنفيذ العملية بالداخل لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية. دلما روزيف تتسلم مهامها كرئيسة للبرازيل وتلتقي بعدد من القادة الأجانب بعد أن ودع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا البرازيليين بخطاب مؤثر. الجيش الأسترالي يسارع لتقديم إمدادات إلى مدينة روكهامبتون بولاية كوينزلاند بعد فيضانات ربما تعزل المدينة التي تقع على الساحل الشرقي لأستراليا ويبلغ عدد سكانها 75,000 نسمة. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. شكرا وإلى اللقاء.